صباح الخير عليكم البنات، كي درتوا لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كلشي على خير؟ كلشي بخير؟ اش كتعاودوا؟ كي دايرين مع هذا الصهد هذا؟ مزيانين؟ اموركم هانيه؟ مهم لقيتوني هاد البنات، يلاه دابا خرجت من الدار وجيت لهاد الكافي هادي باش غادي نفطر وغادي نوض غادي نمشي للصالون. المهم غادي تقولوا لي هاد الايام راه كثرتي بالصالونات، ولكن ما عندي ما ندير، غادي نقص من ضفراني شويه بحيث ما عجبونيش بزاف، جاوني طوال ماشي عملي نهائيا، بحيث كنبغي نقضي الشغال كنبغي نغسل الماعن. المهم ما كيساعدونيش، راكم عارفين الضفران طوال شي شويه خصهم شي وحده اللي غير جالسه في الدار ما كدير حتى شي حاجه. المهم غادي نمشي نقص منهم شي شويه بحيث انا ديجا ما مولفاش بالضفراني طوال، وغادي نقضي شحال من حاجه صوب بروشينغ بحيث لقيتوني يلاه دوشت شعري راه طالع في السما. المهم غادي نمشي نصوب بروشينغ ونصوب شحال من حاجه، وغادي نشارك معكم اي حاجه درتها في صالون الوزاني اللي راه معروف هنا في فاس طبيعه الحال، الناس كلها كتعرفو جاي في سونتر فيل حدا الملحقه اكدال. المهم انا غادي نمشي ليه وغنشارك معكم ايتاب باغ ايتاب. واول حاجه جيت لهنايا غادي نفطر بعدا نتوكدوا شي شويه عاد نمشي ان شاء الله. وصافي هادشي اللي كان البنات، وخليكم معايا اي حاجه درتها في النهار غنشارك لكم طوري هذا النهار. المهم هنايا خليت البيض بالفرماج خبيز عصير وبريريت ديال اتاي صغيور. صافي انا كيعجبني فهاد الفطور هذا صراحه مع الزيت البلديه، وهادشي اللي كاين البنات. المهم البنات كيف ما شفتوا معايا دابا راني ساليت وقديت راسي. المهم انا عجبتني صراحه هاد التصويبه هادي ديال بروشينغ اللي صوبت لي، وصوبت لي شعري ماشي بوكلي ولكن الويفي، صراحه عجبني بزاف بزاف وكتجي في واحد البغيونس زوينه. المهم التصويبه ديال كوثر خطيره ديال بصح، وتبارك الله عليها كتعرف تصوب داكشي ديال الماكوب، وعندها هي مختصه اصلا في في ماكياج ولا في لاكواف. وكاينه فاطمه زهرة اللي صوبت لي لا سير وصوبت لي في نفس الوقت دفيراتي، هما هادو نوريهمكم حيت نقصت منهم شويه وبدلت لا فورم ديال الضفران ما عجبونيش الاخرين، حيت ماشي كما قلت لكم ماشي عمليا معنا، راكم عارفين ندخل الكوزينه بزاف داكشي علاش جيت نقصت منهم. وصافي هادشي اللي كاين، اللي بغى يجي عند فاطمه الزهراء وكوثر غادي نخلي لكم النيميرو ديالهم في صندوق الوصف بجوج. تبارك الله عليهم راهم في صالون الوزاني حدا القصر حدا الملحقات ديال اكدال، حدا الملحقات اكدال اللي في سونتر فيل. مرحبا بكم، غادي نخلي لكم النيميرو اللي بغى هكا المعلومات اكثر يتصل بهم. وصافي هادشي اللي كاين، لقيتوني دابا راني خارجه وخليكم معايا باش تشوفوا فين نمشيو. خليك لي ليا سالي ونطير معك في لالالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح.
عشيري هلا معايا في وقت الشدة عليا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون أفهمني حاسس بيا عرفني تايه فيا ولو دلتي خد علي ماشي معايا أنا جيت عند أختي آسيا اللي صراحة غادي تجيكم بهذا اللوك هذا ديال الخمار اللي أنا فريمون متعجبني بزاف بزاف وتبارك الله على مالي الخمار وكل يوم صراحة زوينين بزاف شكرا أختي بزاف السلام مكاينش بحالها ما كاينش بحالها والله يهدينا حتى حنا إن شاء الله آمين إن شاء الله كلشي خير إن شاء الله أنا كيعجبني يعني نشوف الناس بحال هكا بحال ستي هذا صحيح وكيقول لك راه السعادة والجمال مابقاش دايرة مابقاش داكشي واه بصح الجمال في الداخل في الدار خدي راحتك في الدار داكشي اللي بغيتي في الدار ولكن الشارع شنو الفائده اصلا ما كنقوليش الفائده خصوصا المرا ملي كتكون مزوجه وداكشي صافي راه تجوج صافي يعني ما كيبقى شكرا لك شوفها صافي جمال هذا الخارج البراني علاش على اي السلام عليكم متتبعين يسرى كي دايرين لاباس عليكم كلشي بخير كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير كيف ما شفتوا هاد النهار صراحه واحد الفرحه ليا كبيره جات عندي يسرى للدار ومرحبا بها والف مرحبا شرفاتنا ونوراتنا والدار ما شاء الله شعلت بالاضواء ومنين جات يسرى مرحبا بك حبيبه ديالي في داركم شكرا انتم مرحبا بك لا 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 شكرا ربي يخليك ونخلي الكلمه للاخت ديالي السلام عليكم متابعين ديال يسرى كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا في الفيديو ديال يسرى اليوم شرفتنا يسرى في البيت ديالنا وهذا شرف كبير لينا مرحبا بها هي والعائله ديالها راهم عزازين ومحبتهم في القلب كاملين بهم ما شاء الله عليهم الله يحفظهم امين الله يحفظك حبيبه وشكرا لك بزاف دابا هما كيديروا اكت تحشي هكذا جات عجوبه يسرى هكذا كنصبوا اتاي بحال الطريقه هكذايا قالت لك كيما زعما يسرى جاتها غريبه لان حنا كنشربوا وراح تضحك جاتها فاطمه الزهراء عجوبه قالت لك واش كتبان واش كتضحكي من الداخل راه كنضحكوا قالت غير دابا الضحكه ما كيشوفك حتى واحد كنبان واخا كنضحكوا من تحت النقاب حنا كنبان وسبحان الله هاد العشيه الصراحه راه زوينه بزاف ملي تلاقينا معايا وصرا فاطمه الزهراء يعني شنو لكم واحد الاحساس زوين المهم كيف مشيتوا معنا هاد العشيه دازت مع اختي اسيا اصلا هذه هذه راه ماشي دخلتك والله انا كنت عاوز نجي هنا بكري وتغدي معنا ونعيشوا اجواء زوينه ونخرجوا من دورو ان شاء الله ان شاء الله هذه معرفه خير ان شاء الله تكون وعلى فكره البنات راه حنايا في نفس المدينه انا وياها مبعدين قرابي مع بعضياتنا وكل مره كنقول انا خارج واليوتيوب صراحه كيجمعني بشحال بزاف الناس اليوتيوب هو اللي كيجمعني بالناس اللي زوينين والله بحال نشوفكم صراحه الله يعني هذا راه كنمشي غير مع الناس اللي الحمد لله انت مزيانه وربي كيسير هادشي اللي كاين ربي كيلاقينا مع الناس اللي بحال نشوفها بصح هادشي اللي كاين وكيف ما قلت لكم يسرى حنايا هاد العشيه تلاقينا وضحكنا شويه ونشطنا هذا مكان وصراحه راه ماشي دخلتها ابدا يعني كلشي جا بالزربه وكلشي جا على الفلا ونتفليو على ان شاء الله مره واحده اخرى وحتى الوالده ديالي راه عجبها الحال اجا ماما ماما راه حشمت اجا مرحبا بك تعرفت الريد تعرفت الريد اجا مرحبا بك في القناه ديالي وصح اجا مرحبا بك في القناه ربي يخليك السلام عليكم مشاهدي ديال يسرى كيداير لاباس عليكم كيداير مع الصحه مرحبا بكم عندنا عند عالم اسيا منقابه واليوم راه شرفتنا يسرى مرحبا بها والف مرحبا عشيه مباركه مسعوده هذه وشوفوا بالنسبه ليسرى والله العظيم راه ماشي راه لا علاقه اليوتيوب انا عيطت لها لان هي عزيزه عليا ومعاها في المدينه زعما ماشي غادي نخسر مراكب باش نتلاقاو ولا شي حاجه وحنا متتبعين ديالها قدامين صراحه من اول ما فتحت القناه وحنا متبعين منين كانت ماما منين كانت ماما انا كنهضر لكم على قبل يعني منين كانت يلا فتحت القناه وحنا متبعينها والحمد لله كنشوفوها ديما فواحد الوجه يعني بصوري وسبحان الله ضحوكيه وداك الشيء ومعفنا واخا تشوفوا لها قبل النقاب وداك الشيء حنا ناس الحمد لله نشوط عيان ويسرى شافتي كاين ومعقدين ما والو شي ناس معقدين ولا تقولي صافي راه الانسان ما بقاش ولا هذه هي الفكره اللي عندنا دابا الناس يجيبوا الله بنتي دابا دايره النقاب صافي راه كيتي منع عليك الضحك منع عليك النشاط منع عليك تلاقي مع الناس منع عليك الدار تجلسي يعني باش بغيتي فهمتي هادشي غلط
بالعكس المنقطه حنا عشنا عايشين حياتنا طبيعيه عايشه ما عندي ما نقول عادي تبارك الله يعني دايا فراسها مصليه فراسها يعني دايا دارها وليداتها مع الزوج ديالها يعني تتكون واحد العيشه يعني سعيده انت هكا المراه المنقطه في دارها تتكون واحد العيشه فرحه دير اللي بغات الا شتيها انت الا شتيها قبل تكون دايره النقاب وشتيها تبين السيده يعني متبرجه تخرج عاديه يعني ماشي عليها ماشي وقت النقاب ملي تخرج دير النقاب واش تاسيه واش تيها تقولي ماشي هي انا كنت كنهضر معاها في واتساب دايره صوره البروفيل فيها النقاب والله وشتها ما عرفتهاش قلت امبوسيبل تكون هذه واش هي اسيه قلتي لي قلتي لي فين هي اسيه شفين هي اسيه وعاد راني تلاقيتها في الدروج ودرنا وجلسنا انا وياها ولكن جالسه راه يمكن ماشي اسئله سبحان الله كتجيك واحد الفكره انهم يكونوا صافي الدار دايرين ولكن انت شتي تجي كلشي بعيد هادشي كيراه بزاف الدار تقيس باش بغات الشارع او لا يوتيوب راه كيعرف راه بزاف الناس غادي يشوفوك ماشي حيت في دارك زعما خصك تحيدي مزيان الله يقوي تعملين حبيبه ديالك الله يوفق الجميع الله يوفق الجميع ومرحبا كاع بالناس ديال يسرى متتبعين ديال اللي باغي يجي مرحبا بي والف مرحبا بالمناسبه قناه اختي اسيا قولي انت هي صراحه حنا ما جيبيتش يسرى على الطامات ولا على حساب دعم ولا شي حاجه ابدا كنتم قبل هضرنا من قبل انا ويسرى وانا كنت باغا نديرها معاها معرفه فقط راه لا يعني لا علاقه اليوتيوب ديال الدعم انني سميت قناتي في القناه ديال يسرى ولكن كيف ما حبيت انا اي القناه ديالي انا سميتها عالم اسيا المنقبه هما قبل اسيا المنقبه غادي نخلي لكم الرابط ديالها ان شاء الله في صندوق الوصف وبالمناسبه انا هي في الاول في الفيديو قلت لها يعني ما قالت لي قولي قناه ما قالت لي حتى شي حاجه انا يعني عادي اي واحد دخلت عنده قناه راه عادي غادي نساعده بدون مقابل لان اصلا هما سبحان الله دخلوا لي خاطري بارك الله فيك لان اول مره نشوف زعما نجي عند ناس بحالكم مرحبا بك لينا الشرف الستيل هذا وصراحه عجبني هالستيل وتقريبا غادي تشوفوا ان شاء الله علاش لا ان شاء الله مع الوقت تقدري ديري حتى انت علاش غير فورا ما شاء الله داكشي اللي كاين ان شاء الله شوفي راه حتى غير عزيمه شي اذا عزمت فتوكل على الله العزيمه هي اي حاجه مثلا فيكم باغي واحد الحاجه الا عزم وتوكل على الله ربي ما يخيبوش والله العظيم خصوصا شي حاجه هكذا اللي كتهضر لنا عزاز انا الحمد لله انا يعني انا وبناتي مصوبين هاد النقابات كاملين كاملين هاد البنات هادي تتشوفي حدا راه ما كتبانش معانا وحنا كاملين ديال النقاب الحمد لله وعايشين عيشه عاديه بحالنا بحال الناس يعني ناس ناس بسطاء ناس عاديين حنا ناس شعبيين واخا تشوفونا بالنقاب اللي دخل عندنا وتيشوفنا بحال هكا ويجلس معنا تيقول لنا واش انتوما درتوا ديال النقاب عندنا عادي العيشه في الدار عندنا عاديه الحمد لله و كنخرج للزنقه انت سافره راسك وصافي هذا الشيء اللي كاين هذا الشيء اللي كاين وكنظن حنا طولنا على هذه ديال يسرى طولنا عليه وهذا يسرى فاطمه زهراء وقيلا عيات في التصوير اه انت كتعيا المشاهدين ديالنا دابا شويه غادي نبقاو معاهم دوزو معاهم العشيه نشطش شويه وصافي هادشي اللي كاين مرحبا ومرحبا بيسرى واختها فاطمه الزهراء وهذا وان شاء الله ماشي دخلتها هذه دابا راه غير تعرفنا وان شاء الله غادي تدينا هذه الجهه ان شاء الله تبدا معنا ان شاء الله وندوزو شي نغير ان شاء الله زوين ان شاء الله يا ربي ومرحبا بك بنتي ويعطيك رضا مرحبا بحال جيتي لداركم شكرا لك ماما وتحيه لسعاد عزيزه عندنا عزيزه اصلا العائله كامله اللي كتشوفوا ديال يسرى عائلتها راهم معزازين وغاليين والله متبعين هذه سعاد ومتبعين سميرة اختها وعندنا عزاز راه ما فيش هذا ماشي زعما تنقولوا والله الا بحال شي واحد منا مادام انا نخدم وحده كنحسب لهم قرابين لينا والله الا يعني عند عزازين دون زعما دون هكا زعما هكا نقول لهم كاميرا ولا شي حاجه والله الا زعما عندنا فيني شاهد لا داعي انا بيتها جايه عندنا هذه ماماك كانت حنا واحد خالتي كانت جات لي اسبوع حنا لختي حنا ما شاء الله هذا الشاب اليوتيوب قالت لي اختي هذه راه هي اللي زعما جات لها هي وصراحه من تما وانا كنت متبعاكم من داك الوقت كنت متبعاكم وراكم عزازين والله شكرا لكم خصك مرحبا بك بنتي في اي وقت والسلام عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد السلام عليكم